الحف نوعان، حف الشنب، يسأل حف الشنب، حف نوعان، إما إزالته بالكلية، وهذا ما اختاره الإمام أحمد رحمه الله تعالى، إزالة الشنب بالكلية، اختاره الشوكاني وغيرهما، هذا من الحف، حف الشنب والشارب. وقال بعض الحف المقصود به حف ما كان على الشفة، القريب من الشفة، هذا هو الذي يحف، وليس الشنب كل الشارب كله، وإنما الذي يكون على الشفة، وإنما يقص الشارب، يؤخذ من الشارب ولا يؤخذ كله، وإنما يؤخذ منه، والعلم عند الله جل وعلا. طيب.